بعض المرات كنخرج نمشي لتيسه على الخلا ما يشوفني حتى شي واحد فيهم وكنبقى نبكي. ما قدرتش انا نزود الكلوه، الا زودت الكلوه زولت روحي. من ديك الاحلام المزعجه اللي كنت كنشوف مرقوش عندي وليت الحمد لله مرتاحه. كنت نقول يا ربي كنت انا واحده من هذه تيبره. خديت زعانة وفعل يالله. انا جربت هذا الشيء وهذا الفيروس سي ما بقاش عندي في الكبده. اهلا بكم مشاهدينا، مرحبا بكم معنا في حلقه جديده من برنامجكم والتي اسو اليوم كنتواجدوا بعاصمه الجهه الشرقيه للمملكه المغربيه مدينه وجده، وكتحضر معنا السيده بوحميدي زهره اللي كانت كتعاني من الوسواس القهري والحمد لله الان تماثلت الشفاء عن المرض وكيفيه العلاج، هذا الشيء اللي غتحكي لنا عليه السيده زهره. اهلا بك. اهلا وسهلا زهره، الحمد لله على الشفاء ديالك. سيدة زهرة، انت كنتي كتعاني من مشكل الوسواس القهري، يعني هذا هو المرض الاساسي اللي كنتي كتعاني منه، بالاضافه للمفاصل ديالك كانوا كيضروك، المصران وحوايج اخرين، العصب والعصب. حنا غنهضروا على الوسواس القهري، شنو هما الاعراض اللي ظهروا عليك وفين كان كيبان، فين كان كيجيك داك الوسواس بزاف؟ كيجيني هكا ملي واحد النهار كنت عرفت روحي بلي كليت السحر انايا، كليت وبعد هذيك الدقيقه كنت عارفه هذا الشيء كامل اللي راني كالي هذاك السحر اللي كليته، وبقى ينوض عليا بحال داك الوسواس، نخاف يجيني بحال الخوف، يجيني بحال راك عارفه كيما كان الا سلم عليا شي حد نغسل يديا ما نبغيش. قلت لي كتغسلي يدك بجابيل؟ واه نغسل يديا الخضره نغسلها بجابيل، كل شيء نغسله بجابيل، كيجيني بحال نخاف بنادم من يسلم عليا ما نبغيش، كنقول لا ما نتهنى حتى نغسل يديا ولا حتى يسلموا عليا من نغسل يدي من تغسلي وجهك؟ نغسل وجهي. وقلتي حتى في مساله الوضوء كربما كتبطئي تعاودي الوضوء شحال من مره؟ مره شحال من مره، اربع مرات اربع خمس مرات هكا، نبقى غير نعاود ونعاود حتى من بعد يدير عليا داك الشيء عاود، ملي بديت الدواء ديالو. الصلاه ديالك؟ الصلاه ديالي عاود شويه كان نزير على راسي، كيقولني طاب الصلاه ونزير على راسي، زيد زيد ملي بديت داك الدواء ديالو جبتو الحمد لله زعما. واخا حنا نركزوا على الوسواس، وقلتي ساعه فاش كنتي مثلا الحويجه ديالك مصبنين نشراهم في الصباح في السطح خصك انت اللي تهبطيهم، ما يقيسهم حد. واخا نعم، ما يقيسهم حد، ما يشدهم حد، ما يرفدهم حد، الا قلعوهم لي داك النهار المهم حوايجي الا قاسهم لك شي حد تعاودي لهم الصابون. اي داك النهار خص الدواء حوايجي ما يقيسهم لي حد. ولا طاحوا في الارض قلتي غير طاحوا في الارض تعاود تصابون. نعاود الخضره اللي طاحت في الارض ما نفزاش من الارض. تخليها هكاك ما تستعمليهاش؟ لا خصني الحاجه ما تكونش طايحه في الارض. شحال من مده وانت كتعاني من هذا المشكل؟ هذه 20 عام. وانت عايشه مع هذا المشكل؟ واه عييت الدوايات، عييت عييت عييت، كنمشي نجيب الدواء والو، نعيا الدواء، الدواء ما استفدت به والو. واخا وكان عندك حتى مشكل قلتي كتبغي تبقاي بوحديتك؟ واه نبغي الناس. نبغي بوحدي، نبغي ما نبغيش هكا، نبغي غير بوحدي. واه هادي شحال كنت عاد كي تزوجت ومشيت داني الراجل الخارج. يوم داني كنت داك الشيء جاني بحال يجيني الخوف، نقول الا قعدت في الخارج غادي ندير وغادي نفعل وغادي ندير. كيجيك ديما اللي قدام جاي غير خايب، بقيتي تما زعما في ديار الغربه انا ما عرفت اش غادي يوقع لك. ايوا جيت انايا هنايا ما استحملتيش؟ ما استحملتش وجيت لهنايا وقلت للراجل غادي نمشي ونولي، من جا داك القيس اللي قطعوا لي البيي، با قطع لي مسكين الله يرحمه قطع لي البيي، داك النهار هربت ما بغيتيش ترجع. هربت مشيت هربت لواحد الموضع، جابوني من تما، جابوني من تما، والطياره كانت غادي تقلع، الطياره ريضت على حسابي انا. نعم باش تقلع ريضت، بقات هكا مريضه حتى جيت انايا، جابوني في السعد غيا غيا غيا، ركبت ما قلت حتى ركبوني، مي ركبت في الطياره، بقيت غير في الطياره غير زقي. ايوا ما قلت حتى وصلت لهيهات، وصلت ليها عاود بقيت غير هكا زيد 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 زيد. كتبكي؟ وديني للطب الالماني تما الخارج المانيا. نعم يفوت عليا، نمشي نبلع على ودنيا، نخاف لا نسمع شي حاجه. كتسدي ودنك باش ما تسمعيش شي حاجه؟ ندير ديك خاطر يهضروا بداك الفرنسيس. نعم وانا نقول لهم يقولوا فيا شي حاجه، راهم يقولوا شي حاجه، نبلع على ودنيا زعما ما تسمعي والو باش باش نقول انا شي حاجه. انت ما فاهماش اللغه كتقولي صافي راه كيهضروا فيا. واه ايوا داك الشيء زيد زيد زيد، مشيت تمايا عاود ما قلت حتى وليت عاود وسمحت في الراجل طلقني. يعني انفصلتي على الزوج ديالك باش ما تبقايش في ديار الغرب؟ صافي الخارج، قلت الا قعدت في الخارج غادي وسمحت في كل شيء،
ورجعتي للبلاد. سمحت في كل شيء وسمحت فيه كل شيء وسمحت في كل شيء وجيت. قلت لها روح تزوج ولا دبر على راسك. انتي ما استحملتيش. واه وهذاك الوسواس هو اللي خرجني هكا فالصو. يعني يقولي من 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 الشباب ديالك وانت كتعاني من المشكل. هذا الشيء اللي خرجني هكا. وفي ديك الفتره يعني قلتي مشى داك راجلك عند بعض المختصين يعني شنو؟ لا لا ما داروا لي والو، كنت نمشي غير للطبا، ما داروا لي والو الطبا، يعطوني الدواء يعطوني غير كنا تاع النعاس ويعطوني صافي ما كان والو. وجيتي للمغرب وديتي حياه جديده في المغرب، وكيفاش عملتي مع الوضع الجديد؟ انا داك الموضع ما خصني داك، قال لي الراس ديالي اللي قعدت في الخارج صافي راك يما. المهم داك الوسواس هكا قال لي وجيت تبعت الوسواس داك. ومني جيتي للمغرب واش حسيتي بالنفسيه ديالك؟ بقيت شويه 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 وكنت غير طايحه غير على كلشي غير على كلشي، ندير الدواء ندير الكنينه ندير والو غير هكا غير هكا. مين ينوض عليا حالي نوض. وكلوني لتان الماكله وكلوني، مشيت لبلجيكا واحد النهار عند الفاميليا ديالو كي كليت ديك الماكله ديك الساعه بقيت نزقي ديك الساعه كتبكي. يعني انت كتقولي يعني عندك مرض نفسي وكذلك ربما قلتي فيك المس والسحر. لا لا داك الشيء بقيت معاني يعني حتى ملي درت الدواء ديالو صافي. واخا بالاضافه هاد مشكله الوسواس اللي كان فيك كان عندك مشكله حتى المصران العصب في المصران. واه كان كيتزير عليك المصران ديالك. ايوا المصران ديالي الراس ديالي ملي نوض عليا داك الشيء صافي نطيح. كي نوض عليا داك الشيء نمشي نطيح صافي نتسنط غير العظامي. وكان كما قلتي السحر ولا ما المفاصل ديالك كي ضرب المفاصل ديالي كل شيء دار راس ديالي المفاصل كل شيء اللي تشد لي ياك. يعني سنوات زهره وانت كتعاني واضطريتي انك يعني توقفي حياتك الزوجيه بسبب هذا المرض اللي كان فيك، ما استطعتيش انك تستمري في هذا يعني في الحياه الجديده، وانك وليتي يعني بعدتي على والديك على الاهل ديالك. جيتي للمغرب بقى المرض مستمر معاك يعني سنوات طويله. هربت في كل شيء، خليت كل شيء، خليت الخارج راكي شتي الناس يموتوا. انا لا، قال لي الراس ديالي تمشي للمغرب تقعدي، الا قعدتي مع الراجل وقعدتي معاه غادي ايوا داك الشيء. جيت سمحت في كل شيء. وماشي لخاطرك الانسان المرض هذاك. والحمد لله. الحمد لله على كل حال. الحمد لله. ربي درك زعما الحمد لله ربي شافاني جبت عليه الدكتور. الحمد لله. وعلى ذكر الشفاء كيفاش فكرتي تعالجي بمنتجات الشيخ الهاشمي؟ سمعت في دابا كنشوفو كنشوف التلفازه بقيت نشوف هكا ونفرحت قلت مخيره هذا الشيء زعما الدواء كيعطيه ويبراو الناس. ايوا من شفت هكاك صافي. بقيت ندور بغيت نجي عندكم الكازا، قلت راهم في كازا بعيد، عيط نخمم راه بعيد عليا بعيد عليا، حتى قالوا لي راه هنايا المركز وجيت نجري. الحمد لله كاين 8 المراكز في المغرب من بينهم مدينة وجدة. واه جيتي عندهم هنايا بحكم انت من ساكنات مدينة وجدة. واه جيت هنا. نعم. وبقيت ندير الجرعات. شرحتي لهم المرض ديالك؟ واه شرحت لهم هنايا. واه شرحت لهم عطوني الدواء وصافي. والدواء ملي جبتيه اول استعمال لك فاش جبتي الجرعه يعني ديتي الدواء ديالك للدار اول مره استعملتيه باش حسيتي؟ نحس بروحي زعما يعني ما زيرش عليك الحال في الاول واش حاجه من الاول بدا التحسن؟ لا تحسن ويجيني بحال النعاس كارما كنت ما نقدرش بحال زعما مرصنه مرصيه ما نتعصب ما والو غير يعني كتحسي بالنفس ديالك ارتحت. واه ويجيني النعاس عجبني الدواء ديالو. زدتي المنتج الثاني؟ واه زدت عاود كمل عاود مشيت جبت عاود الاخر عاود الاخر. توصلتي لسته ديال المكملات؟ ودابا ملي وصلتي لسته المكملات باش كتحسي بصحتك؟ راني مزيان داك الشيء اللي كنت انا نقول الوسواس بالضبط. واه الوسواس وداك الشيء كان يشدني من القلب عاود يشدني داك الشيء غير من القلب غير من القلب غير من القلب. ودابا؟ دوك لا ما بقيتش. دابا شحال مره كتغسلي يدك في النهار؟ لا ما نغسلش كاع. طبيعي الوضوء ديالك؟ لا لا والو كل شيء. النشير دابا مشيت جمعت لك انا النشير ماشي مشكل. لا 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 والله والو ما بقيتش. والحمد لله. ما بقيتش كيما كنت. العظام ديالك والراس؟ كل شيء. دابا كتمشي مزيان كديري شغل الدار انت؟ لا كل شيء مزيان الحمد لله مزيان. الحمد لله. الحمد لله زهرة على الشفاء ديالك. نعم تفضلي. نطلبوا الله ان شاء الله الله يحفظها لنا وصافي. راني انا راني واخا بعيد عليا راني كنصلي نطلب معاه. هذا الشيء اللي نطلب الله يحفظه والله يكون منه والله يجعل سيدي ربي يخليه دائما عايش ما حنا عايشين. الحمد لله انت لحقاش دوزتي المرض جربتي وملي استعملتي المكملات شتي راسك كيف وليتي يعني كنتي في واحد الحاله اللي يعني عايشه غير في الوسواس وافكار خايبه كتجيك وشاكه في كل شيء شاكه في اللي حداك شاكه في حوايجك في راسك. الحمد لله دابا النفسيه ديالك استقرات وليتي عاديه. راني عاد نقول عاد لبنتي عاود
بنتي نجيب لها شي جرعه تعاودي لها. حتى هي عندها شي مشكل؟ المهم مريضه حتى هي مريضه والحمد لله. كي ولات ملي كتستعمل حتى المنتجات شويه ولا يلاه بدات؟ لا شويه هي عاودها تبع غير الدواء، الدواء ما قتلها وا راني نقول عاد نشوفك. اه يلا بغيتي تبداي ليها؟ بغيت عاد نبدا ليها هي وان شاء الله يكون خير. كيف كان خير معك ان شاء الله؟ نتمنى الشفاء ليها ولجميع المسلمين. آمين. وكيبقى يعني الدواء سبب شافي هو الله سبحانه وتعالى. سبحان ربي الشافي هو الشافي هذاك الشيء. والله يحفظنا غير الدكتور الهاشمي هو اللي راني نطلب، واخا راني بعيد عليا راني نطلب مع ربي. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك لاله. وبهذه المناسبه هو راه مصيفط لك واحد الجرعه وقائيه تستعمليها. وكيف كان الخير في الاولين يكون الخير حتى فيها. امين امين ان شاء الله. نتعرفوا على المنتج ديالك. واه صحيت الله يحفظها ربي ان شاء الله. هذا ما نطلبوا الله يحفظها. راني واخا بعيده عليه راني نطلب معاه بحال ولديك. راني بحال اللي نطلب مع وليداتي نطلب معاه حتى هو. المنتج ديالك لزهره ها هو نتعرفوا عليه. هذا هو اللي خرجك انت من معاناه ديال 20 سنه تقريبا وانت كتعاني من هذا المشكل. نجيو لهذا اللي كان دائما كان ديال القولون. عندنا هذا ديال الريق. هذا ديال الريق. هذا اللي كتستعمليه على الريق؟ هو على كنديرهم في الكاس من طايب ونخليهم يطلقوا ونشرب. وتشربيه على الريق قبل ما تفطري؟ نصبر شويه عاود نشرب الاخر عاود ثاني نكملهم كاملين. واخا هذا على الريق تصبري شويه عاد تفطري. ملي كتستعمليه باش كتحسي؟ مزيان الحمد لله. هذا هو اللي كيعطي داك انك كتولي تنعسي بشكل طبيعي والعظام ديالك كيطرخاو عليك وكتولي تحسي براسك خفيفه. معنا هذه العشبه اللي كتصلح المصران. المصران كديري معلقه صغيره في كاس ديال الماء يكون طيب كتخلي واحد المده وتصفيه وتشربيه ثلاثه المرات في النهار. ملي كتستعملي كتلقاي المصران ديالك مزيان الحمد لله. مزيان كلشي مهدل كلشي مرصف داك الكريز اللي كان كيشدك. فاش كان كيضرك المصران كان عندك عصب في المصران؟ كان كيخلي بحال بوم زويدين. بحال بوم زوي. ودابا لا درك شويه مزيان ملي نشربو الحمد لله. ها هو عندنا كذلك هذه عشبه ديال الدم مزيانه كتليق الناس اللي عندهم فقر الدم، الناس اللي الدوره الدمويه ما كدورش مزيان هذه كتليق ليهم. كنديروا معلقه صغيره في كاس الماء الطايب كنخليوها 10 دقائق وكنصفيوها وكنشربوها. هذه مزيانه للناس بصفه عامه. هذه عشبه ديال السكر قلتي عندك غرام و40. هنا ملي عندك غرام و40 كن 40 كنصحك انك ديري الحميه يعني تحيدي السكر وتستعملي هذه الاعشاب في ربع معلقه في النهار ومره مره تبقاي تعبريه. ملي كتلقايه رجع يعني العبر الطبيعي ديالو مزيان الحمد لله واستمري في العلاج ديالك ويكون خير ان شاء الله. نشوفوا هادو الزيوت. عندنا هاد الزيت كندهنوا عندك مشكل ديال الظهر كيضرك ما بقاش كيضرك دابا؟ لا 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 الحمد لله. هادي زيت كندهنوها جوج المرات في النهار ديال على الظهر في الصباح وفي العشيه. عندنا كذلك هادي زيت كندهنوها على المفاصل ديالنا كاع الفصل اللي كيضرونا كندهنوها حتى جوج المرات في النهار بحال بحال العشيه بحال بحال. هادي ندير هادي. نعم. وعندنا هادي بالنسبه للمشكل ديال تساقط الشعر كان كطيح لك شعرك شويه مع المشكل ديال الاعصاب ضروري غيطيح. هادي كنغسلوا شعرنا وندهنوها ربع ساعه ونعاود نشلوا شعرنا. هادي مزيانه. وكاين زيت زيتون هادي كتليق الناس ديال الماس والسحر. كدهن الدات كامله مع الدعاء. وكاين العسل. العسل بحكم انت عندك السكر شويه طالع فهنا كتشربي معلقه وحيده بعد الفطور بربع ساعه. ملي تفطري ملي دوز واحد ربع ساعه كتستعملي معلقه وحده تشربيها. وكذلك ملي تقاد لك هذه احنا جبنا لك قرعه اخرى تستعمليها. وكاين عندنا ماء محو. هذا ماء وهذاك المنخي. نعم كنشربوا مقدار ثلاثه الكيسان يعني كاس في الصباح وكاس في العشيه وكاس في الليل كيسان صغار بحال ديال اتاي. هذا هو المنتج ديالك السيده زهره. كنشكرك انك استعملتي الدواء في الاول والحمد لله حسيت المنتجات جاب ربي الشفاء على يديهم. كنشكرك مره اخرى انك قبلتي التصوير معنا وحبيتي تشاركنا وتشارك المشاهدين. ان شاء الله ملي تشاف البنيه ديالك ان شاء الله حنا نجيو عندك للدار ونسجلوا معاها مره اخرى ان شاء الله. والله ما راني باغيه باش تجيو للدار ان شاء الله بحال بحال. حنا غير ملي تجيو نلقاكم تشافيتوا فين ما صورنا معاكم ما عندناش مشكل. كنشكركم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعه. الى ان نلتقي في حلقه اخرى من برنامجكم ولا تيأسوا. الى ذلكم والحين دمتم في امان الله.